هو الأذان إيه؟ إعلام بدخول وقت الصلاة. توحيد الأذان بصراحة أنا غير راغب فيه إطلاقاً على الإطلاق. لا لا لا، ما حدش موافق خالص. ما هو كده مفيش ديمقراطية، إحنا بنفهمهم كده إن ما عندناش ديمقراطية. كل المساجد الكبيرة اللي زي كده هتشتغل، اشتغلت فعلاً ومش هتشتغل، كله اشتغل. على أساس إن هم هيغطوا كل القاهرة. جهاز استقبال بيستقبل البث اللي هو جاي من الإذاعة أو إذاعة القاهرة الكبرى علشان الوقت بتاع الأذان بس. أقول لك عايزين يوحدوا الأذان ككل، يبقى كله في آن واحد بيؤذن. هو كويس بس حرمنا من الأذان. القاهرة الكبرى، السيدات والسادة، حان الآن موعد صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يرفع نداء الحق الشيخ محمد المريجي.